السلام عليكم ومرحبا بكم. قبل ما نبداو كالعادة نصلو كامل على النبي. أنا اسمي حنان، في عمري 33 سنة، عندي زوج بنات وولد واحد. قصتي تبدا كي تزوجت مع راجلي. أنا كنت مهنية معاه في الأول نهار ما كانوش عندنا دراري، مي كي بقيت نزيد ونجيب هذا على هذا تما تبدلت حياتي بزاف معاه، علاقتي ذبذبت وولات كشغل الحب هذا كنقص ما بيناتنا. بالصحة راني ندارك في الأمور في الوقت الحالي وبديت نفطن بعد الشي اللي كان صرالي مع عجوزتي والواساتي. عجوزتي كانت مرا شيطانة بكل معنى الكلمة، كل ما يكون داخل راجلي توجو تحرشو عليا كل خطره واش تجبد له اسباب واعذار. وبحكم انا في الاول كنت نخدمها نجي نقي لها الدار، اما دوكا كي كبرت عليا المسؤوليه نقصت، ونصارحكم وليت ما نهبطش نخدمها بيسك عندهم بناتهم ماشي متزوجين، يعني راهي قادره وما راهيش طايحه فراش ولا اللي واجب على العروسه تروح تخدمها. وكي شافت هذاك التغير اللي من جهتي ثم قررت انها تدور عليا وتولي كل يوم تدير لي مشكل باش ما نقعدش هانيه معاه، مع انه داري وحدي. بصح صدقوني جامي ويلا شفت الحلوه من نهار عجوزتي ولا تتدخل. راجلي يسمع لها لكل صغيره وكبيره، وكل ما تهدر مع عفسه يجي يقول لي ايه عندها الحق وانت علاش ما تروحيش تعاونيهم. تظلي راقده في الدار، جامي ويلا شتك غلطتي ورحتي سيقتي مع يما الدار ولا درتي معاها الميناج. المهم الشغل وهاد العفايس ولاو الهوس نتاع عجوزتي وراجلي. انا كرهت معيشتي، وكانوا الواساتي اللي متزوجين كيجو يقولوا لي ما تعمريش راسك بيما، هي اخرتها عجوزه كبيره وصاي احنا تانيك راهم عندنا العجايز ورانا حاسين بيك. في الاول انا كنت حسبت لي باللي هادو هما الواسات الحنان راح نديرهم كيف الخيات، بصح كنت غلطه بزاف بزاف في حساباتي، باسكو الشيء اللي كانوا يديروه لي كامل باش يكسبوا فيا ويغطوا على العمله نتاعهم. وانا بحكم الحاله الماديه نتاع دارنا لاباس بها، والحاله الماديه نتاع راجلي قيس قيس يعني شويه ناقصين. بابا مسكين جامي ولا يغبني، خطرت يعطيني حتى زوج ملايين ثلاثه يقول لي هاكي كش ما تشري بهم، وانا كل بهلوله نجي لداري هادو بايط هادو ماعن هادو حوايج ونشري صوالح لراجلي كوسميتيك. المهم نطرطقهم في 24 ساعه، ما كنتش ندير الزمان وما كنتش نقرا كامل حذري منهم، ومن بعد الاخر لقيتها مطفره فيا. المهم ان الواساتي كي شافوني كيما هكداك وبابا زاد ورث واحد الارض في البلاد اعطاني نصيب ولاو كامل ملاح معايا. وانا بحكم طيبه القلب جامي ويلا رفستهم، يقولوا لي سلفينا دراهم نسلف لهم، وعجوزتي ما منكونوا متنايفين ولا نشري لها جبيبه بليغه نروح نراضيها انا ونحللها حتى ونكون انا المظلومه ندير روحي انا الظالمه وخلاص. مهم كنت نخدم حاجه لوجه الله، ما كنتش كامل ندير حذري منهم. حتى واحد النهار الواساتي كانوا خارجين باش يتقداو، كنا في البيريودا نتاع العيد الكبير. ايا قالت لي لوستي الكبيره واش رايك لو كانت تخرجي معانا؟ قلت لها لا ما نقدرش، خوك ما يخلينيش، واكي تعرفي لو كان نخرج بتخبي عليه والله العظيم غير الدار يقلبها عليا. ايا هي قالت لي خلاص خليها عليا وضربي النح، انا دوك نهضر معاه وهو جامي ويلا. قال لي لا على كاش عفسه اكيد راهو رايح يخليك. انا قعدت نستنى غير لابيل تاع راجلي هكذا باش يقول لي اوكي ولا نو. وكما كان الحال كان عيط لي قال لي اسمعي هاي هضرت معايا اختي وقالت لي بلي تروحي معاه ما كي حابه تروحي. قلت له ايه مدى بيا كش ما نشري لدراري عندي دراهمك على بالك؟ قال لي ايه على بالي، روحي روحي ربي سهل ودراري خليهم عندي يما، اليوم نخرج بكري من الخدمه انا راني رايح نشدهم وانت يا خذي راحتك. اتخلعت من التصرف نتاع راجلي. سبحان الله بين دقيقه ودقيقه جا قال لي ايه بعد ما كان يقول لي مستحيل تخرجي مع خياتي ولا حتى مع انسان واحد اخر. انا وافقت. المهم هذاك النهار كنت ديت مبلغ نتاع تقريبا 5 ملايين، قلت هكذاك شما نشري لوستي تانيك في طريقي، وقالوا لي بلي راهم رايحين حتى الواساتي اللي ماشي متزوجين. من بعد كي هبطت لعندهم داري خليتها مفتوحه بيسكو ولادي تما اوتوماتيكمون خليها هكاك. رحت وتشوكيت، الواساتي قالوا لي انا عيانين ما نقدروش نخرجوا، اما لوستي الكبيره قالت لي نروح انا معاك خليهم خليهم هادو يحبوا غير التليفونات والتلفزيون يلا يلا. انا رحت وما درت حتى نقص في بالي، بصح
نهار اللي جيت لقيت الصدمة تستنى فيا في داري. خرجت قضيت شريت لواساتي كامل حاجة حاجة، وولادي كاع كسيتهم للعيد، وشريت شوية مستلزمات انت عيد الأضحى، هكذا قلت نقص على روحي ومامطون هاكو تعرفوا تهادوا تحبوا. هذا هو المعتقد اللي كان في بالي. المهم انا يا بعد ما فات هذاك النهار ما درتش في حسابي بلي نروح نفركت في خزانتي نحوس على ذهبي ولا حتى على المبلغ اللي كنت مخبياته. بحكم الدراهم اللي عطاهم لي بابا حطيتهم في الدار، ما عنديش كونت سي سي بي ولا كونت بونكر اللي نتكل عليه، وحتى ناس داري متعودين يخبوا دراهم في الدار وانا رفدت عليهم هذا الطبع، وما كانش عندي التوسويس وجامي سمعنا باللي صارت سرقه ولا في الدار. موراها سواسوا دخل علينا عيد الاضحى، انا رحت نشوف دراهمي باش ندي منهم ونشري دراهم الكبش بحكم راجلي مستحيل تكفيه الشهريه. انا رحت باش نحسب، تما كانت صدمة حياتي. الدراهم صدقوني لقيت 10 ملايين بعد اللي كانوا 80 مليون داخل الكوفخ نتاع الذهب. وتخيلوا الحاجة اللي راهي رايحة تصدمكم كيما صدمتني أنا، لقيت باللي ذهبي كامل مكاش حاجة ما تسعى أبار خاتم الزواج اللي كنت دايراته دايما في يدي، ما نحيهش جامي لا نحيته، هذاك اللي كان سلك لي باسكو كان عندي. صراحة أنا هذيك الصدمة خلتني سور بلاس نفشل ونطيح. طلعت لي عجوزتي والواساتي وكانوا عيطوا سور بلاس لراجلي في التليفون، داوني للمستشفى، ومن هذاك النهار وليت مريضة بمرض السكري لأنه كانت صدمة صعيبة عليا. وما نقدرش نقول لكم في هذيك الدقيقة وش خممت، ما خممتش راجلي يكون الدالي باسكو مستحيل، قلت غير هو اللي ما يدناش، الناس كامل سرقني غير هو، لانه مسكين كان الفراك لو كان ما نعطيهالوش تحت الاذن تاعي ما راهوش رايح يديها. كنت ندير فيه ثقه عمياء وكنت نعرف عقليته مليح مليح علي من مبني. ونزيد نحصل في ولادي مساكن صغار، الكبيره نتاعي في عمرها 5 سنين، شكون اللي راهو رايح يدي؟ راهو باين انسان من الباب البرا. قعدت حزينه ومشوكيه على هذوك الدراهم والذهب، راح تقولوا لي باللي وسخ الدنيا حشاكم، نقول لكم لا لا، انا هذوك الدراهم كنت نيتي والله وربي عالم بها نروح انا وراجلي نجوزوا فيها عمره، لكن ما كتبش ربي. واش نقولوا، حسبي الله ونعم الوكيل. بعد ما فوت المدة تاع العيد اللي الناس كامل تذبح وفرحانين ويدوا في الحسنات، وانا قاعدة حزينة وغير نفكر، بديت نتسائل شكون اللي راهو رايح يدي لي دراهم. حتى خلاص قريب سكني مرض واحد اخر، وليت عيطت لبابا قال لي ما تقلقيش روحك يا بنتي ما راهمش من مكتوبك، وزيد بزياده روحي اشتكي راكي طولتي هكا ما راكيش رايحه تدي الحق عليهم. بصح انا كنت خايفه وتاني كموسوسه في نفس الوقت، قعدت نتسائل زعما الواساتي اللي سرقوني ولا عجوزتي ولا شيخي ولا الواسي ذكوره. قعدت نطلع ونهبط باسكو داري راهي في وسطهم ومستحيل يجي انسان براني كاع ويسرقني. المهم انا يا قعدت نفكر وقلت لي ما وش رايك، خمي وراي عليا نشتكي ولا ما نشتكيش. قالت لي شوفي هادو راهم راحوا لك دراهم كبار والذهب نتاعك راهو مقيوم قريب كتر من 100 مليون، كيفاش هذا تقولي لي ما نشتكيش؟ على الاقل بوزي بلانت. بعدها درت بكلامها ورحت انا وراجلي بوزينا بلانت، بصح ما عندي حتى ادله وحتى واحد نقدر نتهمه، ناس داري ما نقدرش بيسك جامي شفت منهم حاجه ماشي مليحه. كنت حطيت عند الدولاب اللي ممكن يكون واحد جا من برا ودخل لداري بيسك ناسي عزاز على قلبي وما نقدرش نتهمهم بحاجه كيما هكذا. فاتوا ايام وشهور وحاجه ما راهي باينه، حتى واحد النهار كنت هبطت نقصر مع عجوزتي، كانوا جايين ناس فاميلتها من البعيد، حتى لوستي اللي ماشي متزوجه قالت لي سمعي راح تستقبليهم هكذا؟ قلت لها واش عندي باش كي حبتني ندير، ما عندي لا ذهب لا والو غير خاتم الزواج راهو يسمع فيك. قالت لي روحي تبعيني عندي فونتيزي بزاف. جبدت لي واحد البارور جاي بلاكيور ما يبانش باللي ذهب كاع، قالت لي ديري شبحي بها روحك خمن تقعدي هكذاك ناشفه، وقالت لي زيدي شويه ماكياج. قلت لها ما عنديش بزاف. جبدت لي البوشيت ورمتها لي وراحت تحضر القهوه للضياف. انا تما فتحتها وقعدت هكذا ندير حاجه سامبل غوجالاف شويه غيسيل، حتى نتفاجئ ونتصدم لقيت واحد اللويزه مرميه في وسط هذيك البوشيت تاع المكياج. انا تشوكيت رفتها وقعدت نخزر فيها مليح مليح، تاكدت باللي هذه راهي رزقي نتاع المحزمه تاع لويز
قلت واش جابها لهنا. طلعت نجري لداري، خبيتها تحت الحوايج وعاودت وليت وكأنه شيئا لم يكن. عدلت روحي وقعدت وتفكيري كامل راهو في هذيك اللويزة وش راهي دير عند لوستي. فوت مدة 3 ايام وانا قاعدة على اعصابي غير نفكر وش راهي دير. يا ربي لوستي اللي سرقتني اكيد، باسكو هذه لويزة كانت مع الذهب المسروق، يعني اللي داها دالي كامل رزقي. حكيت ليما كاع واش كان وقع لي، قالت لي صبري ما نتهمو حتى واحد، اديها للجدارمية وباذن الله راهم رايحين يكشفوا لك السارق. انا قلت لا لا يليق لي نكشف وحدي. بعد اسبوع موراها تخيلوا واش لقيت في داري. لقيت واحد الخاتم مرمي ما بين لاكوافيز والخزانه، كي كنت راح نسيق جبدته. تخلعت قلت واش هذا، سيرمو راهو طاح لي من الكوفر وما شتوش. بصح لا لا كنت غلطة، هذاك كان مع الذهب المسروق. بعد مدة كنت رحت لدارنا وقعدت نتشاور مع خياتي ويما على وش الحل اللي نقدر نديره باش نكشف، بس السرق راهو ما بيناتنا يدور. في هذوك النهارات صدقوني قريبة مرت بالأعصاب، تلمو وليت نفكر بزاف بزاف، والتوسويس قتلني من اللي لقيت هذيك اللويزة والخاتم. فوتها حتى واحد النهار جاتني فكرة في راسي، قلت لراجلي وش رايك تديني عند لوستي الكبيرة نزورها، عندنا شحال ما شفناهاش، وبحكم هي تسكن في ولاية واحدة أخرى. راجلي قال لي لا لا طونوبيل نخافها طيح لي اون بان، وزيد ما عنديش دراهم، لازم نروحو طراجي ندو تحتنا اوموز جملاين كاش ما حاجة تكون، ولا ما راناش رايحين نطيحو اون بان. انا في هذيك اللحظة عيطت تمتم البابا، قلت له واش بابا الا تقدر تعطيني زوج ملايين والله العظيم ما ننسى لك هذا الخير طول حياتي. وبابا الحنين ربي ان شاء الله يخليه ليا تاج فوق راسي. في هذيك الدقيقه نوض الطوموبيل وجابهم لي، قلت لراجلي خلاص ما بقناش نعطلو نروحو نزوروها، وزيد بزياده صله الرحم راهي واجبه. انا في قلبي كنت يعني موسوسه من جهتها، وكنت حابه لو كان نروح ونكشفها. وكما كان الحال انا ملي دخلت عندها تخلعت، قالت لي واش جابك طريق طويله كيفاش حتى لحقتو هنا. قلت لها يا حي عليا توحشتك، اون بلوس انتي لوستي كيفاش ننسى خيرك. وبقيت نضرب لها في الشتاء ونقررها لامان، حتى قالت لي ايه ايه مدى بيا دخلي دخلي. دخلت ولقيت دارها في حاله كارثيه، غير تقولوا عندها شهر ما نقاتش ولا ما سيقتش. المهم قالت لي ما ديريش على حالتي هاكي تعرفي الدراري. شفت فيها وقلت لها ما تحيري ما تقولي مرت خويا تضحك، حتى انا داري كيما هكذا نغفل عليها نهار برك تولي كي شغل عندي عام ما سيقتش. المهم قعدت نلعبها نفرز معاها، وراجلي راح قعد مع راجلها في شومبرا وحده اخرى. انا تمتم قلت لها روحي طيبي القهوه وانا راني لاتيه هنا في الصالون ونتلاقاو سوا سوا. هي راحت وخلاتني لعبتها نفرز، صوتيت مباشره لا شومبر نتاعها كانت يعني مفتوحة وما عندهاش حاجة تخبيها لأنه جيت ليها على صدفة. فتحت الراية نتاع الخزانة حتى قابلني واحد الكوفر أحمر وصغير، عرفته باللي نتاع ذهب ولا تاع دراهم. المهم أنا شديته وفتحته مباشرة، اتفاجأت ولقيت الذهب نتاعي يعني نصه ماشي كامل، كامل محطوط داخل هذاك الكوفر. انا ما تشوكيتش لانه توقعت باللي تكون هي المسؤولة على السرقة نتاع الذهب بعد اللي خرجتني هذاك النهار. جات مورايا وهي مشوكيه ومخلوعه، قالت لي واش راكي ديري في شمبرتي؟ خزرت فيها قلت لها حبسي كيما راكي، واذا ما راكيش حابه تنكشفي اليوم قدام اللي يسوى واللي ما يسواش ارواحي هنايا وفهميني علاش سرقتوا لي رزقي. هي كي شافتني هكاك مبلقه عينيا وواقفه وشاده الذهب ما بين يديا خافت، جات قعدت فوق البنك قالت لي شوفي راني حابه نفهمك، ماشي انا ديتو خاطيني، راجلك هو اللي سرقو وجابو خباه عندي. قلت لها مستحيل راجلي نعرف عقليته مليح مليح غير ما كان له، اهدري من الاخر والله والله العظيم غير راني راح نكشفك نهبط لعجوزتك توكا نحكي لها كل شيء وش صرا. هي خافت ودرت انا التليفون تاعي سجل وقعدت تستعرف بكامل الصوالح اللي كانت دارتهم. قالت لي باللي نهار جينا وخرجنا باش نشرو المستلزمات نتاع العيد الواساتي اللي ماشي متزوجات هما اللي طلعوا وسرقوه وخباو النصيب الكبير عندها باش هكذا ما تفيقش وواحد ما راهو راح يتحلب بنا. وبالنسبه للدراهم صرفوهم وكملوهم. والذهب نتاعي كل واحد وشده، كاين اللي باعاتو كاين اللي قعد مخبياتو، ولوستي الكبيره هذا كامل الرزق نتاعها بيسك هي راس الحربه اللي ديسيدات. تسجيل هذا كي جيت لداري سمعتو لعجوزتي وراجلي بيسك عجوزتي ما كانتش عارفه كامل بالقصه ديسيداو غير وحدهم.
عجوزتي كانت غير تحلل فيا، قالت لي تعيشي يا بنتي ما تفضحيهمش، راني رايحه نعوض لك كلش وش داو، نبيع الشي اللي كتب الله ويلا كاش ما نبع لي ربي، كل يوم نتفكر غير انتي. قالت لي سمحي لها تعيشي ما تطلقيهاش، راهي مولات وليدات. انا في هذيك المده قعدت كل يوم نهدد فيهم ونقول لهم اللي تغلط معايا والله العظيم غير نشتكي بها وعندي لي بخاف. قعدوا يعاملوني واحد المعاملة ما تأمنوش عقلكم. وبعد تفكير طويل وعريض وقرار كبير خذيته هو أنه ما نشتكيش بهم، نسمح لهم لأنهم كانوا عوضوا لي نصف المبلغ اللي كانوا سرقوه، أما بالنسبة للذهب كان نص باعوه ونص ما زالوا عندي. المهم إن شاء الله خلفتي على ربي، وحبيت نقولكم من هذا المنبر باللي ما كاش لامان يا ناس، غلقوا بيوتكم بالمفاتح وما تمدي سرك لحتى واحد، بسك انا كنت نية وغافلة واي حاجة كانت توقع لي نجي نقول لهم، حتى ولو عجوزتي ما كانش تعاملني مليح هكاك وكنت نروح نحكي لها كلش جست باش نكسبها وتولي زعما مليحة معايا، وهي كلش كانت تعاودوا لبناتها وداروا لي تخطيط كيما هكذا. هذه هي قصتي، ان شاء الله تكون فيها عبرة وفايدة للجميع، ودعوا لي معاكم.